والآن مع الأخ القارئ أزراي بن عبد الحق من ماليزيا، ويتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا
الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. جزا الله خيرا الأخ القارئ أزراي بن عبد الحق من ماليزيا، وتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم.